اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل في الفقره الاخيره. بيشرفني النهارده نجم من نجوم النادي الاهلي في الثمانينات والتسعينات، لا التسعينات الفينات، عشان بس ما نكبرش معانا الكابتن الكبير اللي معانا ومعاكم كابتن سيد صابر مدير قطاع ناشئات لكره السله بالنادي الاهلي. كابتن سيد منورني ومشرفني. ربنا يخليك يا كابتن خالد، انت اللي منور الدنيا كلها بجد والله. بكون سعيد لما اكون مع حضرتك، ويعني نفتكر الجيل القديم بقى والاجيال العظيمه اللي كانت في كره السله. يعني احنا مش جيل قديم قوي، احنا في زي ما قلت الثمانينات واول التسعينات كده اهوت، والناس بتكمل علينا ان شاء الله. كان جيل تفتكر الاسماء كده كابتن؟ طبعاً مع بعض طبعاً. يعني احنا الجيل الاول، جيل خدنا الدوري في النادي الاهلي سنه 89 مع المرحوم كابتن طلع الجنيدي طبعا، كان كابتن سلعاوي وكابتن خالد بخيت وكابتن نبيل بخيت وكابتن عبد الهادي الجزار وكابتن هاني عبد المنعم وكابتن احمد اسماعيل وكابتن هاني شعيب وكابتن احمد خالد وكابتن ياسر مفتوح. ما شاء الله حافظهم. بتتقابلوا بصراحه ولا على طول الحياه في النادي مع بعض؟ يعني معظمنا بنتقابل، يعني معظمنا موجودين في النادي، لكن في ناس بيقعدوا شويه على النادي بس بنشوفهم مثلا في بطوله افريقيا، بيجوا يتفرجوا ماتشات، بيجوا يتفرجوا، بنقابلهم. بتقابلوا بعض؟ ايه اللي فرق الجيل ده؟ انا عارف احنا بنتكلم النهارده على قطاع ناشئات، لكن لازم اتكلم معاك على الحاجات القديمه دي، حاجات جميله. ايه اللي فرق الاجيال دي يا كابتن على الاجيال بتاعت النهارده بصراحه؟ بص يعني هو الاجيال اللي جت بعدنا خدت بطولات اكتر، بس احنا كنا اكتر يعني اول فرقه في النادي ناخد بطوله الدوري العام. يعني انا عايز اقول لك احنا خدنا بطوله الدوري العام وكان المفروض ناخدها 3 4 سنين ورا بعض، لكن ظروف كده ما كانتش تخلينا نكمل البطولات. يعني كان في 6 لعيبه جوه المنتخب من فرقه النادي الاهلي. الاهلي دايما عنده باك لك في الباسكت كده اهوت، لكن بعد كده جه اجيال عظيمه جدا وقدرت تكسب بطوله افريقيا وقدرت تكسب الدوري مره واثنين وثلاثه واربعه، والمنافسه مستمره. هل النواحي الماليه صراحه، بس انا بجيبك في سؤال تمام، هل النواحي الماليه اختلفت كتير؟ زمان ما كنتوش بتاخدوا فلوس، لكن الماده طاغيه دلوقتي. زمان كنتوا بتلعبوا عشان حبا في كل حاجه. اقول لك على حاجه، يعني انا اعتزلت سنه 93 كويس، كان كنت لاعب اولمبي ولاعب دولي وكابتن النادي الاهلي. تاخد 10 جنيه؟ كنت باخد 100 جنيه في الشهر. بقول لك ايه، خلينا بالقديم، خلينا نتكلم في الجديد بقى خلاص. طب ما شاء الله السنه دي مجلس اداره قرر ان حضرتك تكون مدير قطاع ناشئات، اكيد في بقى لما تفكر في بتعمل اجنده لنفسك، ايه الاجنده اللي كابتن سيد صابر اول ما مجلس الاداره قرر ان كابتن سيد صابر يمسك؟ طبعا ده اكيد شرف لكل الناس عندنا في النادي الاهلي. ايه اللي كابتن سيد صابر فكر فيه في قطاع ناشئات؟ بص حضرتك، لازم ما ننكرش فضل اللي سبقونا. القطاع بتاع الناشئات كان بادي من حوالي 8 9 سنين وانا كنت مدير فني، وكان الكابتن استاذنا الكبير الكابتن حنف هيك ربنا يديله الصحه، كان هو الاول واحد ماسك القطاع التعليمي. لسه بيجي النادي على فترات يعني طبعا الصحه، بس بيدخلوه ويتفرج على على قد ما بنقدر بنحاول نعمل له أبو الأشبال. طبعا يعني ربنا كلنا. وبعد الكابتن حنفي جه الدكتور اسامه النمر ماسك فتره برضو وانا موجود مدير فني حيل. وبعد كده جه الكابتن نبيل بخيت، فاحنا بنكمل المسيره بتاعتهم بس يعني افكار مختلفه، يعني اتجاهات مختلفه لكن في حب النادي الاهلي. يعني انا افكاري ان انا دايما بعمل سواء في المدير الفني او في مدير قطاع الناشئين بعمل استراتيجياتي ان انا ابني فرق لمستقبل النادي الاهلي. كابتن سيد هيبني فرقه ازاي؟ هبني فرقه ازاي؟ يعني بدايه كده انا عايز اقول لك على حاجه صغيره، احنا السنه دي مثلا المرتبط 18 سنه، المرتبط مش تبع الدرجه الاولى في التنظيم بتاع القطاع. لكن السنه الجايه المرتبط بتاعي هيبقى 16 سنه، هيبقى تبعي. كويس. فانا دلوقتي بخطط من دلوقتي ان يبقى عندي فرقه 16 سنه السنه الجايه قويه جدا. هايل. فرقه 16 سنه احنا عملنا لهم اختبارات مبدئيه لمده شهر بتصوير للتدريبات بتاعه الفريق وتقييم التصوير دوت عن برامج تحليل اداء. طبعا انت عارف موضوع برامج التحليل الاداء دوت، بنحلل اداء اللاعبين، وانا مصر ان يبقى عندي من 10 ل 11 لعيبه تفضل معايا السنه الجايه عشان تلعب معايا مرتبط. ليه كابتن سيد صابر صور التدريب، صور الاختبارات وبيصور التدريبات عشان التحليل فقط، ولا علشان ما يجيش ولي امر يقول انا بنتي كذا كذا؟ ما هو صراحة. بص انت كل ما تكون مقنع قدام الناس، الناس مش هتعترض. بمعنى تمام. ايه انت النهارده مثلا في 16 سنه احنا قعدنا لمده شهر صورناهم خلال مده شهر ديت خمس تدريبات مختلفه حير. وعملنا تقطيع لكل بنت ما صادفهاش الحظ انها تكمل معانا. تقطيع بس عشان ما يقولوش لا، يعني عملنا فيديو صغير عن البنت
وادائها في خلال الخمس ست التدريبات اللي اتصورت دي حي. وبعد كده عملنا تقرير فني رفعته للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط بالتقييمات ان احنا خدنا البنات دول او مشينا البنات دولت علشان كذا وكذا وكذا، ودي الفيديوهات اللي عندنا وشفناها الحمد لله. يعني احنا بقالنا اسبوع صفينا المرحله ديت، في قناعه عند الناس ان احنا عملنا شغل كويس. المراحل يعني في الرئيس 16 زي بقول لك انا بحاول ابنيها نجهزها خلاص عشان السنه الجايه. تمام. طبعا هي السنه دي برضو ان شاء الله هتعمل حاجه، بس انا طبعا ببني فرقه علشان السنه الجايه. وفي نفس الوقت بيبقى معايا برضو 9 لعيبه او 10 لعيبه يطلعوا فرقه 18 السنه الجايه عشان فرقه 18 تبقى في على رجليها برضو. جميل جدا. بالنسبه للقطاع التحت احنا عملنا نوع اخر من الاختبارات ما فيهوش تقييم شخصي ليا او للي بيتفرج. يعني يعني بمعنى ايه؟ انا عامل الاختبار للبنت تحت 10 و11 و12 و13 عباره عن تدريبات بتاديها البنت. التدريبات ديت هي اللي بتادي وبتاخد درجات عليها. سؤال، تدريبات متكرره يعني هو تدريب متكرر مثلا اجري بالكره مثلا دريبل مثلا وتتمرن عليها، ولا تدريبات اجري بالكره دريبل بس كذا نوعيه من التدريب؟ لا بص، ساعات لما بتعمل اختبار دريل واحد بس للبنت ما بتجيش فيه كويس، فانت علشان البنت تطلع من عنصر التوتر اللي بتعمله في الاختبار فانت بتعمل لها اختبار واثنين وثلاثه وبتهديها بعد الاختبار الاولاني وبتعديها تخش الاختبار الثاني. اداء البنت هو اللي بيميزها، بمعنى احنا بنقيس لها سرعتها في الاداء المهاري وبالسرعه دي بنقيمها بمعادله بندي عليها درجات ما شاء الله. بنقيم لها يعني مثلا احنا في الثلاث اختبارات بنعمل 20 تصويبه على الباسكت، يعني جاب الكم ال 20 تصويبه دول بيبقى هو ده ادائها اللي بيميزها. عملت الاداء بصوره صح ولا غلط، يعني احنا عندنا تصويبه سلميه يمين وتصويبه سلميه شمال، عملتها صح وعملتها غلط، الاداء بيترد لدرجات في الشيت اللي احنا بنعمله. خلاص هيطلع نتيجه، مفيش بقى سيد بيقول لا دي كويسه وكابتن خالد بيقول لا دي وحشه، لا ادائك هو اللي جاي. انت جبتي 6 بساقط من 20 هتاخدي 6 كويس. سرعتك كانت مفروض مثلا تجيبي كذا عشان تاخدي 20 درجه للسرعه، لا انت جبتي سرعه فانت خدتي 7 درجات بس. طولك انت عندنا اطول واحده مين واقل واحده مين، بندي 20 درجه على طول، انت عارف لعبتنا لعبه اطوال. لسه هوقفك عند الطول بالذات. كويس انت جبتني في الطول. الطول ده انا بقى زمان كده وانا بلعب باسكت بس انت طبيعي عند بوت بقى خلي بالك، فيعني كان الطول اساسي. هل الطول اللي انتوا بتعتمدوا عليه ولا ممكن يكونوا واحد بنت صغيره تقدر تعتمد عليها داخل كره السله؟ اوكي مش عايزين ننكر ان لعبه السله لعبه العمالقه نمره واحد، فاحنا لازم يبقى في عندنا عدد معين من اللعيبه الطوال في الفريق. احنا النهارده بنعمل الاختبار، البنت الطويله بتعمله والبنت القصيره بتعمله. جميل. نفس الاختبار. كويس. فطبعا الاداء المهاري والسرعه والتوافق عند البنت القصيره احسن من البنت الطويله 100% كلامك صح، فهتاخد درجات في الاداء المهاري صح. اعلى من الطويله. كويس. لكن لما اجي اقيم الطول هدي الطويله التقييم بتاعها في الطويله هتاخد درجات اكتر من الصغيره. معنى كلام حضرتك ان الطول هو عامل اساسي بيدي عليه درجات اكثر شويه لان دي لعبه العمالقه. طبعا طبعا طبعا، بس 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 يعني لازم تبقى طويله وتقدر تتحرك يعني. طبعا يعني طبعا هي برضه لازم يبقى عنصرها في الاداء المهاري كويس أكيد. فاهمني؟ لكن بتاخد ادفانش او تتطور في المرحله دي بالظبط كده. يعني انت بتشوف البنت في ال 10 سنين و11 سنه توافقها كويس، بتعرف تجري كطويله، بتعرف تؤدي المهاره حتى لو اقل شويه، لكن الطول هو اللي هياثر عليها. فاحنا بنحول ده كله لارقام، لعبتنا لعبه اطوال مظبوط. فكل ما هتكون البنت طويله وبتتحرك احسن كل ما يكون فرص احسن. طب عملنا اختبارات تمام هايل ما شاء الله، عجباني جدا موضوع التصوير بصراحه. اول مره احس يعني ان احنا قاعدين كده ايه في ناس اكنها بنحلل فرقه درجه اولى، يعني ناس تقطع وناس تطلع فيديو صغير للبنت، دي حاجه رائعه بصراحه ما شاء الله عليك. طب عملنا ده السيزون بقى الجديد، يعني خلاص داخلين بقى على السيزون. تمام. دول بالنسبه كمان 16 سنه عندنا لسه 14 و12 و10 و8 اعتقد. تمام. نبدا من ايه بسيط؟ بنبدا من 9 8 سنين و9 سنين 8 سنين و9 سنين. بنعمل معاهم ايه تاني؟ ما هو انت المرحله اللي جايه، المرحله اللي جايه بقى خلاص انت بتستقر بعد الاختبارات على الفرقه، بتبتدي تعمل فترات الاعداد للفرقه حسب امكانيات او حسب سن الفرقه. كل فرقه طبعا بيبقى ليها فترات اعداد مختلفه سواء من الناحيه البدنيه او من الناحيه المهاريه او من الناحيه الخططيه. فاحنا بنحط استراتيجيتنا مع المدربين اللي موجودين ان الفرقه ديت هتشتغل ايه خلال الشهر دوت، هتشتغل ايه خلال الشهر اللي جاي، وهتشتغل ايه لغايه ما نوصل لمرحله المنافسه، وجوه مرحله المنافسه هتعمل ايه. هوقف حضرتك معلش. لا معاك عشان بس لازم نعرف كل حاجه. بتقعد مع مدرب بيدي بلان للسنه تمام، بيمشي عليه وحاجه بتتابعه تمام مظبوط كده تمام. طب خرج عن البلان ده هتدخل
تتدخل. بتدخل على طول. انا بدأ بقى. انا قاعد في الملعب بالشورت والفانيلا من الساعه 3 لغايه الساعه 9. ما هو دورك كمان انت كمان عشان تعمل ناس لازم تعمل مدربين اكيد, يعني ليك الدورين اكيد. تعاملك ايه مع المدربين معاك؟ بص يعني الحمد لله الولاد كلهم طبعا عندهم قناعات بـ 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 يعني صفلها بشخص يعني كمدرب وكخبره, فهم كلهم بيتعاملوا معايا على ان انا راجل بفيدهم وكلهم الحمد لله متفاهمين معايا, وما بنقعد نختلف في حاجه, بنقعد مع بعض ونفهمه الناحيه دي, هو يقول لي لا الناحيه دي, لغايه اما نوصل الى الحاجه اللي المفروض نعملها بنعملها. الكلام ده بيتعمل في اوض مغلقه ولا بتعمله على مرأة واسمع الناس جوه ارض الملعب بصراحه؟ لا 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 لو في توجيه للمدرب بيتعمل في غرف مغلقه, لكن انا دايما بقف مع المدرب كاني الاسيست بتاعه يعني النهارده مثلا المدرب بيبقى معاه مثلا 25 بنت 20 بنت, فهو بياخد مثلا مجموعه بيشتغلها الناحيه دي, انا ممكن اخد المجموعه الثانيه اشتغلها من الناحيه الثانيه على البرنامج بتاعه بالظبط كده او اللي احنا ماشيين عليه. لا يعني الحمد لله في تفاهم وان شاء الله نعمل حاجه كويسه بصراحه. عاجبني الكلام جدا, وانا عارف ان ده بيطبع عشان ولد من النادي الاهلي اللي بيتكلم بالاسلوب ده. اتكلمت كويس قوي, بتقولي انا لا ننسى فضل الاخرين اللي الناس اللي قبل حضرتك, وبعد كده بتتكلم على لا اوض مغلقه, لا ده النادي الاهلي. ما احنا ما ينفعش نعمل غير كده, اتربينا على كده, اتربيت على كده. كابتن سيد اولياء الامور اكيد بيمثلوا ليك حاجه كبيره, مش هقول هيدك, خلينا نقول ان اولياء الامور جزء في المنظومه مهم, لكن كيفيه التعامل مع اولياء الامور والنصيحه اللي كابتن سيد صابر بيقدمها بحكم موقعه لاولياء الامور. بس الـ الحمد لله يعني الواحد من الخبرات بيقدر يمتص الناس اللي بتيجي بتشتكي. طبعا كل ولي امر متخيل, وانا ولي امر وبنتي بتلعب, فمتخيل ان بنتي احسن واحده في الدنيا. انا بنتي بتلعب طاير, بتلعب طاير ما بتلعبش سله زي بالظبط بالظبط على الموضوع. فانت دايما بتبقى حاسس بولي الامر, فدايما بتاخده بابتسامه وبتفهمه وبتقول له ان احنا بنعمل الصح وادي اللي قدامك اهوت, وبعدين طريقه شغلك وعملك بتخلي الناس مقتنعه انت بتعمل حاجه صح ولا بتعمل حاجه فيها شبهه. فانت بتعمل قدام الناس وما بتغيرش النتائج, ممكن كل واحد يبقى قاعد بيعمل نتائجه لبنته. يعني بقول لك احنا وصلنا لمرحله ان احنا قادرين نتعامل مع الناس بمنتهى اللطافه بمنتهى الظرف, وبنوضح لهم الامور, والناس لغايه دلوقتي مقتنعه يعني. بس طبعا هيجي لك شويه برضو ناس تقول لك لا انا بنتي ومش بنتي, لكن احنا عاملين حاجه والناس شايفها. اكيد لما النادي الاهلي فصل قطاع ناشئات عن الجهاز او الفريق الاول او المدير الفني, اكيد ده اتفصل رسميا اتفصل, لكن ايه وجه التعاون بينك وبين كابتن علي؟ لا طبعا اولا علي اخ صغير, ومش عايز اقول يعني من ابنائي يعني علي اكيد يعني سيد, هو اشتغل بيه كابتن سيد. انا بقول لك علي بيستشيرني في كل حاجه, ممكن اديله كل النصايح, وانا برضو بستشيره في كل حاجه عشان نبقى راينا من راي بعض, اسره واحده بالزبط. في اطار احنا نكسب بقى في النادي الاهلي بالظبط, لانه كلنا بنحب ان احنا نكسب. الدرجه الاولى ما هتكسب هينعكس عليا في الناشئين, وما الناشئين بتكسب هينعكس عليه في الدرجه الاولى, واحنا هنعمل استمراريه علشان نطلع له لعيبه في الدرجه الاولى. فلا في تعاون كويس جدا ومتفهم جدا هو علي. يعني رايك ان قطاع الناشئات في النادي الاهلي هيفرز بنات في المرحله اللي جايه في الاربع سنين جايين اقوياء جدا يقدروا يستمروا على مسيره الدرجه الاولى؟ بص كابتن خالد, النادي الاهلي في قطاع البنات طول عمره مدرسه من مدارس كره السله في مصر ما شاء الله. يعني دايما المنافسه منحصره بيننا وبين سبورتنج, هم بيميلوا شويه احنا بنميل شويه, وطول عمرنا في قطاع الناشئات بنعمل شغل كويس. انا بتوقع لفرقه 16 سنه اللي موجوده دلوقتي هيبقى فيه 6 7 8 عناصر بعد سنتين يلعبوا درجه اولى ما شاء الله. 6 7 6 مش سبعة. اقل من كده 16 سنه يعني يكون عندهم 18 سنه يلعبوا. لان احنا عندنا عناصر جيده جدا في كل المراكز, ويمكن دي انا عايز اقول لك ان الفرقه دي بنزل اقف اساعد كابتن عمرو صابر بايديا يعني. بتستمتع بالكلام ده؟ طبعا بنزل اساعده, انا بحب لان الفرقه كمان جميله, فرقه كويسه, فانا متوقع جدا ان الفرقه دي هي هتبقى القاعده بتاعت النادي الاهلي النادي الاهلي في المرحله الجايه ان شاء الله. اكيد ده النادي الاهلي, لكن اكيد عندك منافسات اخرى للانديه الاخرى. تمام, قولي المنافسه شكلها ازاي؟ 16 14 الفرقه اللي انت مش هقول لك قلقان عشان نتكلم بس كلامك وانت مظبوط, هنقول الفرقه اللي هي يعني عندها شويه منافسه قويه. بص الفرقه اللي شغاله في قطاع البنات ومعروف بتشتغل ازاي ودايما هي اللي في تنافس بيننا كان سبورتنج, الصيد,
وسموحه ابتدى يظهر السنتين الثلاثه اللي فاتوا دول في قطاع الناشئات بدأ يظهر. فعاملين قاعده برده كويسه، فاعتقد المنافسه تبقى بين الاربع فرق دول، ممكن يجي الظهور من بعيد شويه. ده على كل على كل فرقك ولا فرق 16 سنه بس؟ لا معظم المراحل السنيه. معظم المراحل السنيه بتلاقي فيها الكلام ده. المنافسه عاليه جدا في المرحله السنيه في الناشئات. تعاقدنا في كره السله على في البنات، تعاقدنا وتعاقدنا في الرجال. كابتن سيد صابر، رايه في التعاقدات الاخيره والتدعيمات الاخيره واخرهم النهارده كابتن احمد اسماعيل بيدعم فريق كره السله رجال. بص، فلسفه النادي الاهلي مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب ان هو بيوفر اي حاجه بيطلبها المدير الفني علشان يدعم الفرقه. والكابتن رؤوف عبد القادر ماشي في السكه ديت مع كل المديرين الفنيين. السنه اللي فاتت فرقه البنات اتدعمت بصفقتين هايلين، سوريا ومنار، بصراحه ومستمرين. السنه دي كابتن علي طلب لعيبه محترفه بمبلغ كبير بالنسبه للبنات، النادي ما بخلش وفعلا تعاقدوا معاها. وفي اتنين لعيبه كمان، واحده خلصت خلاص من الغابه وتلعب صانع العاب، وفي لعيبه تانية مش عايزين نتكلم عليها، ما نتكلمش بقى. لكن الفكره في ايه؟ ان ما اترفضش حاجه للمدير الفني. بالنسبه للولاد، كابتن اشرف جاي في مرحله الله يعينه عليها، لانه بيعمل احلال وتجديد للفريق. يعني النهارده اما تلاقي الفريق ماشي منه 7-8 لعيبه وانت عايز تعوض ب7-8 لعيبه تانيين في ظل سوء اللاعبين في السوق، مش السوق، السوق فاهمني، سوق اللاعبين، سوق اللاعبين مش بالهمزه النادي. ايوه، في مصر مش متاح لك انك تجيب لك، لان اللعيبه كلها متعاقده. فانت النهارده يعني حرك بالعافيه بالظبط كده، لان كل اللعيبه متعاقده، مفيش لعيبه فري عشان تقدر تجيبها. فالنهارده في قبل احمد اسماعيل النهارده واللاعب الاجنبي النهارده تعاقدنا مع عماره، تعاقدنا مع شوكت من نادي الجيش، دول لاعبين كويسين جدا جدا. وفي اتنين لعيبه تعاقدنا معاهم من نادي شلال الدخان. وطبعا اللاعب الاجنبي طبعا ده اختيار الكابتن اشرف توفيق، اكيد اختار حاجه محترمه جدا، سوبر ستار كابتن اكيد يعني. وطبعا زي ما بقول لك النادي ما بخلش، يعني عامل بادجت مفتوحه، هاتوا لنا حد كويس كاداره. شكرا، نستنى بقى ارض الملعب، توفيق ربنا اكيد. بالظبط. بالنسبه للنهارده لاحمد اسماعيل، ده اضافه جيده جدا جدا، ان شاء الله تخلص على خير. الاضافه جيده جدا جدا، الولد بقى له 4 سنين بيلعب في جامعه في امريكا وبيلعب سنتر. احنا عندنا مشكله في الحته ديت خصوصا بعد ما طارق بطل، ما عندناش سنتر. اعتزال طارق الغنام عمل تحس عمل فراغ في النادي الاهلي. بص، هو طارق ربنا يديله الصحه وطول العمر قدم عليه وزياده. بصراحه وزياده فاهمني. فده هيبقى بديل ليه ان شاء الله كويس. ليه حجم المنافسه في الرجال صعب قوي بالذات في كره السله؟ تحس ان انت بتلعب مش بتلعب يعني مثلا هاندبول 2-3، مع ان الهاندبول السنه دي هيبقى دوري قوي جدا ان شاء الله. الطايره نفس الكلام، لكن الباسكت بقى 6-7 فرق. انا عايز اقول حاجه بس للجمهور علشان يفهم مش يفهم يعني يتعرف مدى صعوبه دوري كره السله او منافسات كره السله. طول عمر كره السله فيها 4 فرق بتنافس بعض طول عمرها كويس، وكل الفرق دي ممكن اي حد يكسب في حد كويس. الاهلي والزمالك والجزيره والاتحاد، 4 دول طول عمرهم يعني من ايام ما كنا بنلعب كويس. اي حد بيكسب اي حد، دي حقيقه. دلوقتي الاربعه دول بقوا 7 أو 8، دخل الجيش، دخل الجيش. سموحه دخل الجيش ودخل سبورتنج، ودخل سبورتنج بقى له 4-5 سنين بيكسب بطولات. فانت النهارده نقول في 6 فرق قويه جدا جدا في مصر. اما تعمل روتيشن على البطولات هتكسب بطوله كل قد ايه؟ 3 سنين 4 سنين؟ مفيش حد بيكسب بطوله 5-6 سنين ورا بعض زي زمان. مفيش. لازم النهارده البطولات بتتوزع، المرتبط بياخده الاهلي، الكاس بياخده سبورتنج، الدوري او الاتحاد، الجزيره اسف السنه دي، والزمالك خد بطوله الدوري السوبر. قصدك ان مفيش فرقه في مصر صراحه تقدر تمتلك ال4 بطولات؟ مش ممكن. صعبه. مش ممكن. عشان الروتيشن بتاع اللعيبه جوه ارض الملعب. اللعيبه متوزعه بصوره جيده جدا على الفرق. وهي بتفرق ايه؟ يعني مثلا فرقه النادي الاهلي السنه اللي فاتت السن كبر منهم شويه، الاداء تعب شويه فابتدى يهبط شويه، لكن النهارده ان شاء الله لما نعمل احلال وتجديد هنطلع تاني ننافس. نادي الزمالك ابتدى يقف على رجليه بعد 12 سنه من عدم المنافسه، فاهمني؟ فانا عايز اقول للناس اللي بتشجع الباسكت ان بطوله الباسكت للرجال صعبه جدا. لو عملناها يعني لو عملناها ان في عندنا 4 فرق جيدين جدا ومتقاربين جدا، يعني كل فرقه هتاخد بطوله في السنه، او كل 4 سنين فرقه تاخد بطوله السوبر. فده المنطق. كابتن سيد صابر اخباره ايه على السوشيال ميديا؟
لا انا بتفرج بس ما بعلقش. بتتفرج مش ما لكش تعليقات؟ لا ما بعلقش. تكون في تعليقات تقيله شويه بتيجي لكابتن سيد صابر شخصيا ولا لا؟ ما لغايه دلوقتي ما جاليش، بس بشوف تعليقات لناس تانية يعني انا بيصعبوا عليا. تقول لهم ايه بصراحه كابتن للناس اللي بتكتب هذه التعليقات؟ هقول لهم يا جماعه اقعدوا مكانه، انتوا بتحبوا النادي الاهلي، انتوا بتحبوا النادي الاهلي وانتوا جمهور النادي الاهلي وحاسين بالنادي الاهلي، بس احنا كمان بنحب النادي الاهلي واحنا ولاد النادي الاهلي واحنا حريصين جدا النادي الاهلي يبقى نمره واحد. اكيد ممكن الادوات اللي في ده مش مساعداني، ممكن يديلي باد لك في يوم، اكيد في عدم توفيق بيحصل بالظبط كده. ليه نقعد للمدرب كل ماتش كسب يا سلام عليك ده انت احسن واحد في الدنيا، خسر ما تعرفش تلعب. حرام عليكم. اصبروا واحنا بنلعب رياضه. يعني احنا بنبقى رياضة. كلنا بنتنافس عشان نبقى المركز الاول كويس في ولاد النادي الاهلي. في النادي الاهلي احنا تربينا على كده، صح. ما احنا ما بناخدش مكافاه على المركز الثاني، مفيش. في ناس بتدي على المركز الرابع مكافاه، صح، فاهمني؟ فاحنا تربينا على كده. فاحنا عايزين النادي الاهلي دايما نمره واحد. يعني جمهور النادي هو خفوا على فيه. النادي خفوا على اولاد النادي، خفوا على النادي، على اولاد النادي واللعيبه برضو. انت برضو كنت لعيب وعارف لو لعبت ماتش وحش انت نفسك بتأنب نفسك طبعا لوحدك طبعا، لكن الضغط ده اعتقد الضغط ده زياده شويه، زياده على اللزوم. زياده. السوشيال ميديا عملت مع كابتن سيد صابر وهو معلق حاله جيده جدا. يعني حسيت ان كل السوشيال ميديا مبسوطه بتعليقات كابتن سيد يعني صابر. هو انا ساعدني الحظ وكنت بذيع مره اهلي زمالك في هو ده. ايه بقى اللي حصل؟ يعني. لما بتذيع لايف من وسط الملعب غير ما تذيع في الاستوديو هنا. حلو. انا اتحولت من مذيع لمشجع. لمشجع ايوه. يعني اخر ثلاث دقائق وخصوصا ان احنا كان الزمالك كان كسبنا وعوضنا وبعد كده كسبنا تاني وجينا في اخر ثلاث اربع دقائق احنا مسكنا الماتش وكسبناه، فانا تحولت من تفتكر قلت ايه ويا؟ يعني انا كنت بقول يا جمال بطريقه حتى الناس عملوها ساركازمي كده على فيسبوك. اما كان جاب الثلاثه بونت الاخرانيه قعدت هيص. لكن يعني احنا بنتحول من لعيبه متربيين في النادي يا خالد بقالنا 40 سنه، دي حقيقه. فبنتحول هو ده اللي عايز اوصله للناس، ان انت النهارده في الاخر وحاجة بتشتغل مدرب او بتشتغل عضو نادي او بتشتغل في التعليق او بتشتغل في اي حاجه، في الاخر هو حب النادي الاهلي طبعا. اللي بيعدي كل حاجه طبعا. فبتروح مع الموضوع. يعني الحمد لله ربنا يديم علينا النعمه. يعني الواحد سعيد ان هو اتربى في النادي الاهلي، دي اسعد حاجه في الحياه. بالظبط كده. الاجيال بتسلم اجيال، وعندنا النهارده ثلاثه في منتخب النشئ مع كابتن علي هاشم، فاكيد برضو دي اضافات. ويعني تقول ايه؟ ما انا بقول لك ان احنا كنادي اهلي مدرسه من مدارس كره السله النسائيه في مصر. ما فيش منتخب يمكن دي اقل مره يبقى في عدد لاعبات من النادي الاهلي جوه المنتخب 19 سنه، مع ان المدير الفني من النادي الاهلي. لكن طبعا العداله ثلاثه من 16. شايف ان هو بيتزنق كمدير فني للنادي الاهلي ومدير فني لمنتخب مصر، بيتزنق شويه ان هو ياخد ثلاث لاعبات بس، ولا هي دي العداله بتاعت الموضوع؟ بص يعني هو بيتحط تحت ضغط ان هو لو خد عدد زياده يقول لك ده عشان خده وعشان خاطر النادي الاهلي. فكلنا في المكان ده بيبقى اهم حاجه عندنا العداله من وجهه نظرنا احنا. اكيد. ما اصل العداله دي كل واحد عنده العداله بتاعته، لكن انا اللي ماسك المكان من وجهه نظري براعي ربنا. اللعيب ده كويس براعي ربنا. اجي انا السنه الجايه اقول لك اللعيب ده مش كويس. بالظبط كده هو. فاهمني؟ او انت يعني مثلا كابتن علي هاشم مدرب وانا مدرب، هنختلف في اللعيبه، لكن هو اللي ماسك المكان فاكيد هو شخصيا. قصدك انت قاعد بتتكلموا في اختلاف. بالظبط كده. لكن هو في الاخر هو اللي ماسك المكان، ومن وجهه نظره لازم احترمها ان هو دول الموجودين. اتمنى لهم التوفيق طبعا. وان شاء الله يبقوا عناصر مؤثره في ان احنا نفوز ببطوله افريقيا. ان شاء الله اول شهر 8 يا رب. وان شاء الله ما يرجعوا يساهموا مع فرقتهم. هم دلوقتي بقى 18 سنه الثلاث لاعبات دول. ان شاء الله انت عارف المرتبط السنه الجايه يبقى 18. انهم يبقوا اضافه لفرقه المرتبط عشان نكسب بطوله المرتبط يا رب باذن الله. عايزين اربع بطولات يا كابتن، مش عايزين ولا بطوله تخرج من النادي خالص. ان شاء الله. وبطولات الناشئات كمان ان شاء الله. قولي لما عملت اختبارات، اختبرت في ثلاث في الاهلي الجزيره واهلي مدينه نصر واهلي الشيخ زايد. لا احنا بص احنا النظام عندنا في النادي الاهلي في الاول الاكاديميات بتاعه النادي الاهلي المسؤول عنها الكابتن الكبير طه الغنام. الكابتن طه الغنام تابعه ثلاث فروع، الشيخ زايد ومدينه نصر والجزيره. كويس. احنا طلعنا لجنه روحنا كل مكان عملنا اختبارات للولاد اللي في الاكاديميات دول، وخدنا العناصر اللي من وجهه نظرنا ممكن تبقى مقاربه للفرق اللي موجوده. كويس جدا. العناصر دي بتتمرن معانا بقى لهم اسبوعين او ثلاثه، فاضل لهم كمان اسبوع وهنبتدي نعمل اختبارات للفرق عشان انتقاء الفرقه. يعني احنا مثلا عندنا فرقه كويس فيها مثلا 15 بنت و17 بنت،
رحنا لثلاث اماكن جبنا 15 بنت كمان بقى عندنا 32 بنت بيتمرنوا مع بعض نفس المدرب بتاع الفرقه بيمرنهم من دلوقتي بقالهم شهر على اخر الشهر هنعمل ال 32 دول اختبار بالطريقه اللي انا قلت لك عليها بنحول كل حاجه الارقام الاختبار ده هنختار منه ال 20 بنت بتوع الفريق ويطلع ودي تبقى الفاينل وده يبقى الفريق النهائي بتاعنا اكيد في الاختبارات انا كولي امر بقول اصل الكابتن طه الغنام بيقول خد اللعيبه دي او ما تاخدش اللعيبه دي لما عملت اختبارات انتوا اخترتوا كجهاز للناشئات لوحديكوا ولا بمساعده الكابتن طه الغنام لا كان طبعا كابتن طه بصفته يعني بيشاور لا لا لا, لا هو بيبقى قاعد معانا واحنا اكيد هو قيمه كبيره طبعا لا لا كابتن طه يعني حاجه مستثنيه بس يعني عشان يبقى الكلام واضح لكن انت عارف يعني بنقعد كده في المدرج ونقول شويه كلام فعشان نقطع الكلام خالص بص احنا رحنا الاختبارات بتاعت الاكاديميات ديت انا بمساعده زملائي المدربين في القطاع بنحط لكل مرحله سنيه جمله فنيه بيعملوها اللي احنا بنبقى قاعدين القطاع مدرب الفريق اللي بيعمل الاختبار دوت وبيت المدربين وبيخش البنت تعمل الاختبار دوت بنتناقش مواعيدنا تقرب من الموضوع اللي عندنا ولا لا تقرب هناخدها كابتن طه بالامانه ما بيعملناش ما بيعملناش توجه ان خدها دي ما خدوش دي بالامانه يعني خالص يعني حتى احنا يعني الاسبوع اللي فات عملنا الاختبار النهائي الفرقه تحت 10 سنين عملته بالطريقه اللي انا قلت لك عليه كابتن طه كان مبسوط جدا بالطريقه دي قال لي انت كده 10 10 انت طلعتنا بره الاحراج ان احنا نقول دي كويسه ودي وحشه هي بنت كويسه ووحشه بايديها تمام كابتن سيد صبر اكيد عنده نقطه مهمه جدا هتزيد السنه دي في قطاع الناشئات ايه اهم نقطه كابتن سيد صابر هيتك عليها السنه دي مع قطاع الناشئات يعني في نقطه لازم احطها في البنات اول حاجه ان الاتيتود يبقى اتيتود التصرف يبقى تصرف النادي الاهلي يعني ايه تصرف النادي الاهلي ان احنا بنلعب علشان المركز الاول هايل ده ما فيش فيها فصال زرع الروح والحماس في جميع اللاعبين تمام الحاجه الثانيه ان احنا البنات دولت لازم يتصرفوا داخل الملعب تصرف مناسب لقيم واخلاقيات ومبادئ النادي الاهلي هايل مفيش بنت تزعق في بنت مفيش بنت تتكلم بطريقه فجه مع بنت جوه المنظومه بتاعتنا لازم نشتغل جوه المنظومه اللي احنا اتعلمناها هو ده هو ده تقاليد ومبادئ وقيم النادي الاهلي في اللاعبين تمام اكيد طيب لو ده قطاع الناشئات بالنسبه لحضرتك يعني تقريبا كل حاجه اتكلمنا فيها عايز ارجعك شويه بقى للزمن القديم عايز اخد منك شويه حاجات اكيد مع الناس ما تعرفش مين كابتن سيد صابر قوي انا اكيد عارف مين نجم كبير عظيم كان في عصر جديد كابتن سيد صابر دخل ملاعب كره السله ازاي بس انا رجعتك زمان صح طبعا اللي دربني وعلمني كابتن حنفي هيك الله يعلمه الله يديله الصحه الله يديله الصحه الله يديله الصحه طول العمر استاذي واستاذ لاجيال كتير كنت بلعب معاه تحت انا كان عندي 13 سنه وكنت بلعب تحت 19 سنه ما شاء الله سلام و خلي اول مره اعرفها ده انا لاعب يعني لاعب قدامك في الاجيال لدرجه ان برضه الله يرحمه الكابتن مصطفى السبكي كان مدرب الناشئين في النادي الاهلي في المرحله دي قال له يا كابتن حنفي انت بتموت الولد ازاي بتعمل كده الولد ده احنا عايزينه عندنا دخلت النادي الاهلي تحت 15 سنه تحت 15 سنه 15 سنه وانا في النادي الاهلي بدانا دخلنا منتخب مصر تحت 19 سنه وكان اول مره ناخد بطوله افريقيا منتخب مصر كان اول مره ناخد بطوله وحصلت على لقب هداف البطوله وكان لسه مخترعين الرميه الثلاثيه لسه كانت بدايه كانت اول مره تطبق الرميه الثلاثيه وكنت انا هداف الرميه الثلاثيه في بطوله افريقيا ما شاء الله بس بقى واستمرينا مع النادي الاهلي ومع المنتخب مصر لعبت ثلاث بطولات افريقيه لعبت ثلاث بطولات عربيه ما شاء الله لعبت اولمبياد وكاس العالم كان حصلت لي اصابه ما رحتش وبطلت وانا عندي 27 سنه بطلت صغير برضو كان مشكله كده بس بطلت وانا صغير 27 سنه بدات تدريب 27 سنه والفضل يرجع لان انا اشتغلت مدرب في النادي الاهلي مدرب بنات في النادي الاهلي لمدام سهير الشرقاني دي كانت مديره جهاز كره السله للانسات واول ما بطلت قالت لي انت هتمسك فرقه 14 سنه بنات يا مدام سهير ما ينفعش امسك بنات ده انا عصبي قالت لي هتمسك بنات يعني هتمسك بنات طيب مدام سهير دخلتك ومسكتك بنات بالظبط كده لكن انا برضو عايز اعرف الطريق لملعب كره السله يعني انت مشيت جوه النادي كنت تلعب في النادي في اي ملعب تاني ولا رحت على كره السله على طول ورحت ليه؟ اشمعنى اخترت كره السله؟ بص احنا يعني انا من القلعه
وكان عندنا نادي في القلعه بيلعب فيه كل الالعاب وبرده كابتن حنفي كان موجود بيمرنا وابتدى يشدنا لكره السله واحده في واحده حبنا يعني انا واخواتي كلهم بنلعب يعني انت السلة. حبيت كره السله عشان خاطر حنفي كابتن حنفي بالظبط كده شدنا وابتدى ودانا نلعب في نادي اسمه العاملين المدنيين بوزاره الدفاع ده في المانيا ما شاء الله اول نادي سجلنا فيه وخلاص بقينا كلنا بنلعب باسكت وكلكم لعبتوا باسكت لا قول لي اخواتك انا عارف كابتن عمرو بس كابتن احمد صابر كان بيلعب في الجزيره ومدرب منتخب مصر السابق مع الكابتن طلع جنيدي فترات طويله جدا ما شاء الله ودلوقتي المدير الفني لنادي الطيران صعد بيهم السنه اللي فاتت الممتاز هايل هايل وكابتن عمرو صابر معانا في الجزيره وهو عمرو صابر طبعا في النجاح طب جوه المباريات زمان ما كانش في سوشيال ميديا لو كانت في سوشيال ميديا ساعات ايام كابتن سيد صابر ما بيلعب هو والجيل العظيم في النادي الاهلي كان ايه الوضع اختلف ازاي شكله ازاي لا الوضع اصعب دلوقتي الوضع صعب دلوقتي الوضع صعب يعني احنا كنا بنروح وورانا الجمهور بتاعنا في اكاديميه الشرطه وبيغنوا لنا ويعملوا وده اقصى حاجه وبعدين تخرج الناس تشكرك او انك كسبت او قعدتنا في النادي طول النهار مع كل زمايلنا ما كنت بتخسر ماتش كنت بتتكسف تخش النادي حقيقه فاهمني لكن في قاعده هنقول الطياره الطياره ولا هو جوه ديت وشويه عادش خش فاهمني بتوع الوتر بول نخسر ما نخشش صح نكسب نخش عاملين كده في النادي ان احنا نكسب فده كان اصعب حاجه بنواجهها ايه اصعب ماتشات كابتن سيد صابر اخر ماتش عملته كنا بنلعب الجزيره فاينل كاس وكان اللي ماسكنا كابتن نبيل كان مساعد مع الكابتن عادل شرف بس كان حصل وعكه سريعه للكابتن عادل شرف وكسبنا الجزيره 63-61 حطيت 30 بونت من 63 دول ما شاء الله اعلى معدل ليك في اخر مباراه ليا كانت وبعد كده وبعد كده كنت عارف كابتن سيد عارف ايه اللي انت هتبطل ولا لا انا بطلت موضوع التبطيل انا عارف في مشكله كده عارف مالناش دعوه بالتبطيل لكن انت ما كنتش لا ما كنتش انا كنت 27 سنه فاهمني وبعد كده قررت ان انت تبطل يعني هو مش هنخش في التفاصيل انا عارف التفاصيل بطلت حافظها بطلت واتجهت للتدريب تدريب. طب لما اتجهت للتدريب ليه ما اتجهتش يعني انت بدات سيدات او انسات ليه ما اتجهتش رجال او ليه مش عايز تاخد فرصه رجال بص اما جات لي الفرصه بتاعه البنات واشتغلت سنتين 14 سنه عملت فرقه جامده جدا جدا الناس ابتدت تقول ان سيد شغله كويس وبعد كده هوت انا حسيت ان الناس يعني فرقه البنات اللي موجوده فرقه البنات الموجوده في النادي الاهلي بشغل جيد هنروح لبعيد قوي وبعد سنتين اشتغلت مدرب 16 سنه ومساعد مدرب او مدرب مع الكابتن طه الغنام اللي ماسك الدرجه الاولى الحمد لله عملنا شغل كويس جدا جدا يعني في خلال 3 4 سنين وكان اول مره نحصل على البطوله العربيه في تاريخ النادي الاول مره الوحيده مع الجيل دوت بس وبقيت متخصص رجعت بعد كده اتاهلت على النتائج ديت للدوره التدريبيه في لايبزيج بالمانيا لمده 6 شهور وتخصصت فيه وتخصصت وتوكلت على الله في دراسات وفي كل حاجه طبعا. ما شاء الله كابتن سيد بصراحه تاريخ كبير كلاعب وتاريخ كبير ربنا يخليك يا كابتن كتدريب يعني ما شاء الله عليك حاجه زي الفل ربنا يخليك ما حدش يقدر يقول كده هرجعك شويه لقطاع نشئات تاني ايه اللوائح الجديده اللي اتغيرت في قطاع نشئات في لوائح جديده اتغيرت في الاتحاد المصري يعني احنا كان الاول عدد اللاعبات المقيدين في السن الصغير من 10 ل 11 ل 12 ل 13 15 بنت بس 15 دلوقتي فتحوها بقت 20 بنت 20 بنت بقت 20 نوعيه المسابقات اختلفت هوقفك عند القيد او ال 15 لل 20 شايف ان ال 15 اميز ولا ال 20 اكتر على المدرب ولا لو طلعنا 25 ولا ايه بالظبط لا انا شايف ان ال 20 ده عدد كويس خصوصا ان احنا ما بنعملش في انديه ثانيه بتعمل الف وب وج كويس احنا في طبعا قاعده في النادي الاهلي ان مفيش غير في مرحله فرقه واحده مظبوط فلما يبقى عندي 20 بنت ده هيبقى في النسبه للقاعده السن الصغير دي عدد جيد هل مكان التدريب يسمح بال20 بنت يعني ال20 بنت على ارض الملعب انت شايف ان هو مناسب جدا ليهم المدرب الجيد يقدر يوزع تدريبه على ال20 بنت على 20 بنت تمام طيب انا يعني اسئله كتيره جدا لكن في خلاص الوقت لازم انت عارف انت ايه انا عارف خلص طيب كلمات اخيره لاولياء الامور في النادي الاهلي تقول لهم ايه يا كابتن سيد ارجوكم تثقوا ان احنا بنشتغل لمصلحه النادي الاهلي وليس لمصلحه اشخاص وان احنا بنتقي ربنا في عملنا واللي من وجهه نظرنا لان احنا في الاول وفي الاخر احنا الحكم اللي من وجهه نظرنا يصلح للاستمرار في النادي الاهلي بناخده معانا انا بقول لكم وعارف ان كل ولي امر شايف بنته احسن بنت في الدنيا دي حقيقه لكن مش انت اللي بتقيم
في ناس بتقيم وكل مش انت الدكتور ولا انت المهندس بالظبط. في ناس في ناس بتقيم وانا اعتقد ان سبحانه وتعالى مسخرني في المكان ده عشان اشتغل بما يرضي الله وليس بما يرضي البشر. هايل. ده الاولياء الامور. تقول لي ايه البنات النادي الاهلي في قطاع كره السله يعملوا ايه او تديهم نصيحه ايه؟ قال لهم يا بنات اتعلموا ان النادي الاهلي مش هتسيبه يا اخو ابيض ده لسه الايام كتيره بينك وبينه. طيب وكلمه اخيره جمهور النادي الاهلي. يا جمهور الاهلي العظيم احنا كلنا عايشين بحسكم سواء اداره سواء مدربين سواء لاعبين فلا تقصوا علينا في النادي الاهلي. كابتن سيد صابر نورتني وشرفتني وكنت اتمنى اقعد معاك كمان ساعتين. ربنا يخليك يا كابتن خالد وانا اللي حصل لي الشرف معاك. بتمنى لك التوفيق وان شاء الله في المرحله الجايه نكون متابعينك ونكون ان شاء الله كسبانين كل حاجه ونجيلك باذن الله ان شاء الله. في اخر حلقه فعلا كنت سعيد مع كابتن سيد صابر احد نجوم النادي الاهلي في العصر الذهبي والنهارده هو مدير قطاع ناشئات والحمد لله اطمنا عليه على قطاع ناشئات في كره السله. يا رب باذن الله النادي الاهلي في بطولات في موسم الجديد 2019 2020. نتمنى دايما مسانده جماهير الاهلي في كل الاتجاهات تعاقدات شغاله في السله وان شاء الله في اليد وان شاء الله الدعم لكل اللاعبين في النادي الاهلي وكل الفروع في النادي الاهلي. نتمنى التوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه. بشكركم والى اللقاء.